حديثنا سبور. رجعنا لكم من جديد في حديثنا سبور متواصلين حتى التسعة متاع الليل. كيف كما قلت تنجموا تكلمونا تواصلوا معنا على رقم 71 725 1 71 725 1 تعطيونا كل آرائكم حول قائمة المنتخب الوطني التونسي. بالتحديد الموضوع متاعنا اختلناه إقصاء فخر الدين بن يوسف اللي مثل مفاجأة الكل أحباء المنتخب، أيضا خروج نادر الغندري بالإضافة لدعوة اللاعب الشاب مارك لامتي الأول مرة لاعب ليفركوزن الألماني باش يكون موجود في كان مع منتخب في 2019 كان مصر بعد تبدأ 21 جوا، وهل أنه فما أسماء أخرى كانت حق تكون موجودة في القائمة تاع المنتخب؟ ما وجه ليش الدعوة الناخب الوطني ألان جيريس؟ على كل أول تليفون معنا هو لاعب سابق لترجي الرياضي التونسي عربي جاب موجود معنا بالتليفون. أهلا بك عربي. مرحبا يا سلام وعيدكم مبروك ومرحبا بكم. سنين دايما أخوي. إكسبريس أفام. عربي كما كنت تسمع فيها شنو رأيك في القائمة تاع المنتخب من لوسا؟ والله كما قلت أنا نصافيك سلام ظهر لي يعني القائمة صحيح ما فيش برشا مفاجآت، يعني تعرف 8% من الاول محسومه القائمه، معناها تقعد للاخر بيان سور فماشي اصابه فماشي لاعب برز هكا كومبارازار في اللي جابوه مش ضد، دونك بالنسبه لي انا ما فماش حاجه كبيره صارت، ما فماش تغيير كبير صار، حتى يعني اللي خرجوا من القائمه اللي اعلن عليهم المدرب معناها حسب رايي انا متوقعين معناها كما كنا منتظرين، لكن بتاتر فما لاعبين كانوا نجم يكونوا في القائمة. فخر الدين بن يوسف عربي جيبه ما كانش متوقع هي والله. شوف انا العكس، يعني انا توقعت فخر الدين بن يوسف باش يخرج قبل كل شيء، ما توقعش يعني فخر الدين بن يوسف انه باش يتم دعوته للمنتخب خاطر كان مصاب، مش كان هو كان مصاب عربي، برشا من لاعبين اخرين مصابين كما واجدي كشريده مصاب، فرجاني ساسي كيف مصاب، مش كان فخر الدين بن يوسف، فخر الدين رجع يلعب، فرجاني مثلا مازال ما رجعش يلعب. مو كيبدا عندك البدري والخضري والمساكني، معناها عندك في بالنسبه معناها في الكوتي ثم ديما تولي عندك شوي يولي خير، تقول لي انت فرجاني ساسي ما تعوضش، شكون عندنا في اليوم في المنتخب معناها ينجم يعوض فرجاني ساسي؟ وان بلوس معناها ما حتى اللي لعبوا كيما الغندري ما عطاش معناها كوميسو، فهمت معناها حتى في الماتش اللي لعب ما وراش حاجه كبيره، دونك وفرجاني سيسي معناها رجع يترنى اليوم وخلطوه خلوص حابين نقولوا، واحنا تحبوا نتكلم لو فرجاني بن عمر اليوم ما فماش شكون يعوضهم، ممكن فرجاني معناها خلطوه خلوص على خاطر فيو كي باش تلقى عندي فرجاني وبن عمر الزوز معناها باش يولي برشا معناها المنتخب جاتو على بالنسبه لخطوه الميدان، دونك كي خليت فرجاني سيسي ويغيب عليك بن عمر وما تعمل اكيليبر هكا ولا هكا، قول انت الغندري ما فماش اليوم في القائمه، ما الغندري ما وراش حاجه كبيره معناها حتى في الماتش اللي عطاه شفنا ديباس راتين شفنا برشا حاجات، ممكن كان نجم يعاون معناها كان نجم يقعد في الافكتيف، لكن الحلقه هذيك قاعده مفقوده بالنسبه لي اليوم في المنتخب اللي هو غياب بن عمر، ان شاء الله معناها غير ان شاء الله يعني يكون في مستوى، وبالنسبه لفخر الدين بن يوسف تعرف اللاعب معناها عاد من اصابه ظاهره الحكايه، يعني انه اللاعب مش اون فورم مش ما رجعش لكامل مستوياته وما رجعش كيما معناها عرفناه قبل، ممكن ياسر ممكن ياسر المدرب المنتخب يخمم انه يحب لاعبين مش متاع دي كونتر اتاك، دونك هنا معناها يولي شويه يتبدل برشا، تولي تخيل البدري والمساكني والخضري وسليتي هذوما لاعبين يحبوا كره في ساقيهم يبنيوا الهجمه، فخر الدين بن يوسف معناها تعرف لاعبي يوخر برشا معناها مع الريكوش تاعو معناها اللي نقول احنا تكتيكيا قوي برشا، فما تلقاه اكثر في اللي كونتر اتاك، ممكن البروفيل تاعو هو ما مشاش مع مدرب المنتخب اون بليس معناها ما يعرفوش معناها اول مباراه تلعبها مع مدرب المنتخب. المفاجاه عربي موجود مارك لامتي اللاعب هذا تقريبا ما يعرفه حتى حد، ما نعرفوش شنو امكانياته، 18 عام من عام 2001 باش يكون موجود في اول استاد، ما يعرفش حتى نتصور حتى اصحابه ما يعرفش اساميهم باش يكون موجود مع المنتخب معناها. والله انا كان كنت حكيت الاسبوع اللي فات على المنتخب وقلت ان شاء الله معناها العناصر اللي تم دعوتها معناها اللي باش يجربوهم معناها في اللي جابوهم جدد ان شاء الله يطلع فما واحد عنده طالون كبير ولا عنده هكا نقولوا احنا سي بوان انديفيديوال يعني يكون قوي برشا ويخليوه، دونك هذا ما حصلش، لكن تم دعوه لاعب معناها ما نعرفوش مازلنا سكي يسور ملاعبك نتصور معناها سكي يسور ملاعبي عنده دي طالون معناها لاعبي كونفيرمي نقولوا احنا ما تطورش المدرب باش يجربه في النهائيات معناها تحضيرات تاع كاس افريقيا، دونك حاجه متوقعه ستفوا اللي هو ملاعبي عنده طالون
معناها يكون في المهم ما يستحقش مدرب انا باش يجربه في منتخب ولا باش يجربه في بعض المباريات. باهي عربي برشا ناس حكيت على غياب مثلا، فما تشوفش انت فماشي اسامي كانت تستحق تكون موجوده في القائمه ما واجهاش الدعوه، كما قلت لك برشا ناس حكيت على ياسين الشماخي مثلا، سعد بقير، ما نعرفش شكون اخر، مالك بعيو، حمزه المثلوثي، كيف كيف حمد النجاز. والله صحيح كلامك صحيح، برشا لاعبين اثنين برزو. خلينا نبدا لك ساعه من خط الدفاع. انا شفت اخر مباراه يلعب ديلان براون بجنب مرياح، هنا نقطه استفهام يعني، كان نجم يكون واحد من ثلاثه ذوما، كسوه مع شمس الدين زوادي او صدام بن عزيزه او بغطاس، هذوما معناها ثلاثه لاعبين معناها سير بلون ديفونسيف، معناها لقيناهم برشا اثناء وبليس كومبيتيتيف، يعني لعبوا برشا مع التاريخ نتاعهم معناها على في كؤوس الافريقيه، دونك هنا واحد منهم كان نجم يكون حاضر. كيف كيف زاد قلت لي حمزه مثلوثي، انا عاد سيزون كبيره اثناء وكان حاسم معناها مع فريق نتاعو اللي هو نادي الرياضي السيرخي. كشريدة كيف كيف معناها ملاعب قناع اليوم في المنتخب، دونك سيرتون دروا فما كشريدة فما دراجر فما دراجر فما بلا فما براون، دونك بتاتر حناشي زاد ملاعب بروز اثناء معناها في صفه كبيره، فما زاد كما قلت لك فما تشوف عنده بلاصه مثلا ماهر حناشي في القائمه تاع 23 بيان سور هذا ملاعب بوليفالون معناها، وشفنا احنا اليوم المنتخب مستحق برشا ملاعبيه معناها اللي يعوضوا في البلايص هذوما، كل ملاعب يلعب معناها اري دروا يلعب اري جوش يلعب معناها سولو كولوار معناها في الفاز اوفونسيف، معناها ملاعب عنده دي كاليتي كبار وان بليس تلقاه معناها تلقاه قوي في الفاز اوفونسيف وقوي في الرول ديفونسيف، معناها نتصور انا تظلم حناشي بون ثم زاد ما نساوش اللي البلاصه صعيبه قدام عندنا دي جوار معناها عندهم دي كاليتي كبار كما الخزري والمساكني واليوسف معناها وبدري وهذوما لعبه يعني عندهم دي طالون معناها بصراحه ممكن اقل ما اكثر من حناشي بشويه، لكن هذاك هو المنتخب راهو لازم يظلموا ملاعبيه ولازم تبجل ملاعبيه على ملاعبيه، دونك معناها نصور المنتخب معناها الانجيلات حب يخلي القائمه انه نقولوا احنا من عام ناول، خاطر شوف عندنا ثلاث سنين ولا اربع سنين المنتخب تاعنا يعني فيه دي طالون باهين معناها افكتيف باهي ملاعبيه معناها عندنا برشا ما عملناش جينيراسيون كبيره كيما هكا معناها عندها من الامكانيات انها تنجم توصل لبعيد. زيد تشوفوا يعني اللي المقترح نتاع اللي حتى فريدين نتاع الان جيريس حب يحافظ على نفس المجموعه معناها حتى باش يدخل عنصر اثنين او جديد يلزم لاعبيه معناها يفوقوا اللي عندك معناها ما نصورش هذاك علاش حناشي ما لقاش بلاصته اليوم، حمزه مثلوثي بوتيتر كان لازم يكون حاضر في الخط وسط الميدان معناها ما فماش لاعبيه برزوا في تونس بصفه كبيره معناها هذوكم اللي نعرفوهم معناها لما تقول خط وسط الميدان معناها تقول بن عمر تقول ساسي تقول شعليلي هذوما معناها يجيو البلد ديريكت، ممكن زاد بن محمد معناها تعرف ما هي فكره ماهر كنزاري ستوفوا اللي باش يسحقوه كمان بيفو يعني في الوسط، دونك معناها خط وسط ميدان ظاهره محسومه ولو انه حتى التشكيله الاساسيه راه محسومه ظاهره من تو نجم حتى نسميها لك يعني سميلي اي ظاهره يعني معز حسن او فريق بمصر باش يكونوا معناها على اليمين دراغر او كشيده يعني باش يكونوا معناها في خط وسط الميدان، وشفنا مرياح ودي براون في اللاكس معناها ظاهر مدرب باش عامل عليهم، على اليسار اكيد باش يكون علي معلول، خط وسط ميدان باش تكون كان باش يلعب ثلاثه معناها باش يكون بن محمد لاعب الترجي التونسي وغيلان شعليلي ومعاهم السخيري هذوما معناها لاعبيه معناها ابرز لاعبين معناها اللي قاعدين ينشطوا توا، قدام معناها واضحه جدا باش يكون البدري على اليمين ونعيم سليتي على اليسار وقدامهم معناها يوسف او الخضري، هذا كان باش يلعب تروبي بو معناها باش يضحي بواحد فيهم، كان باش يلعب دوبي بو معناها باش يلعب الشعليلي باش يلعب مع السخيري وقدامهم يوسف وان بوينت الخضري وعلى اليمين بدري وسليتي. اها. وعلى اليسار سليتي. شكرا ليك عربي جيب ماشي تكور هكا ولا؟ شكرا سلام. ماشي تكور عربي؟ تو هاني بسمع. اي شكون فيها التكوير؟ والله بلاتكم لاعبين الكل فهم لاعبين ما نجمش نسميهم قاعدين يشطوا في الجماهير نتاعهم. لازمنا نجيو نصورهم. فما عماد المدري فما امام الزكري فما اشرف خلفاوي فما عبد الله هذوما يقولوا احنا اللي كملنا كوره
البقية كلها تلعب خويا دي تيتولير في جمعيات هذوك ما نجمش تميل خويا سامحني يا رسول الله. شكرا لك على الإجابة. بدنا نذكر السادة مستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725 1000 71 725 1000 تعطيونا رأيكم في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي استدعاها ألان جيريس الخوض بطولة إفريقيا 2019. نتم أعمل جرتيحة مع الموسيقى وبعد متواصلين في حديثنا سبور حتى 9 متاع الليل. حديثنا سبور. Console me, so you can take it one single day at a time. I miss your thunder.